عضو المكتب القيادي للجبهة الثورية وأمين الفئات ورئيس كيان الشمال. مرحبا بك سيد الجكم. مرحبا بك أستاذ عماد، والتحية لك والتحية لجماهير شعبنا والتحية لتلفزيون جمهورية السودان. سعيدين في هذا الاحتفاء والاحتفال أن نكون حضورا ممثلين للحزب الاتحادي الديمقراطي وممثلين لأهلنا في شمال السودان، مدافعين ومنافحين عن قضايا الشمال باعتباره المنطقة المهمشة الأولى. وبالتالي نحن كدولة سودانية فشلنا طوال 64 عام في إنتاج مشروع وطني يتوافق عليه، وآن الأوان بعد أن انتهينا من هذا العرس السوداني والذي يؤسس لدولة المواطن الحقيقية ويؤسس للمشروع الوطني المفقود، ويعتبر هو المؤتمر التأسيسي للمؤتمر الدستوري الذي ظللنا ننادي به منذ العام 64. نعتقد أن هذه البروتوكولات التي تم تنفيذها بالرغم من أننا في كيان الشمال، نعتقد أن الشمال قد ظلم في حق في نصيبه في الثروة ولم ينص عليه، ولكن سنعمل على تلافي هذا الأمر في التوقيع النهائي. بنفتكر أنه آن الأوان لأبناء السودان أن يتكاتفوا ويتعاونوا، لأن هذا البلد بلدنا جميعا وهو بلد يسع الجميع، ولا بد أن تزدهر الديمقراطية وأن ترفرف رايات الحرية والسلام في هذا البلد الذي أنهكته الحروب. الكل يعلم أن السودان عندما نال استقلاله كانت كل الدول الجوار والدول الأخرى يعني تقبع في بيئات مترددة، ولكنها استطاعت أن تنهض، وجلسنا نحن وقعدنا آن الأوان أن ننهض كسودانيين وأن نعمل من أجل صالح هذا الوطن والمواطن. شكرا جميلا محمد سيد أحمد سر الختم، عضو المكتب القيادي للجبهة الثورية وأمين الفئات ورئيس كيان بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نستمع إلى كلمة من المنصة. بنعمله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. وبعد، فخامة الرئيس الفريق أول سلفا كير ميرديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، فخامة الفريق أول عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، رئيس مجلس السيادة لجمهورية السودان، سعادة الدكتور رياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، سعادة الفريق أول محمد حمدان دغلو نائب رئيس مجلس السيادة رئيس وفد الحكومة للمفاوضات، السادة والسيدات والسادة والسيدة نواب رئيس جمهورية جنوب السودان، السادة أعضاء مجلس السيادة، معالي الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي رئيس الإيقاد، سعادة الفريق توت قلوات مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس لجنة الوساطة، السادة الوزراء، السادة السفراء، سعادة السفير جريمية مامابولو رئيس البعثة الإفريقية الأممية المشتركة في دارفور، زملائي قادة وأعضاء الوفود المفاوضة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. يطيب لي ويشرفني أن أتقدم في هذا الظهر المبارك أصالة عن نفسي ونيابة عن رفاقي الدكتور الهادي إدريس يحيى، والقائد مني أركو مناوي، والقائد الطاهر أبو بكر حجر، والقائد خميس عبد الله بكر، رؤساء التنظيمات المكونة لمسار دارفور، بأخلص التهاني وأجل التبريكات إلى أرواح شهدائنا الأطهار وأسرهم، وإلى الأسرى والمفقودين والمعوقين والجرحى، وإلى الأهل في معسكرات النزوح واللجوء، وإلى شبابنا القابض على الزناد في الأحراش وفي الصحاري، وإلى الأهل في كل ربيع السودان بوصولنا إلى سلام تاريخي شامل خاطب جذور المشكلة
وأنهى الحرب إلى الأبد إن شاء الله، وعالج آثارها. ثم التهنئة الخالصة والشكر الجزيل لشعب جنوب السودان بقيادة الأخ الرئيس سلفا كير مياردد، الذي أتى بالمعجزة وأنجز ما عجز الكثيرون عن تحقيقه وحسبه آخرون من المستحيلات. ظن الكثيرون أن قبول الرئيس سلفا لتحدي تحقيق السلام في السودان قفزة في الظلام وسباحة عكس التيار، ولكنه أثبت لهم أنه يملك مناظير ليلية خاصة، وأنه سباح ماهر يجيد التعامل مع أمواج عالم السياسة المتلاطمة. الشكر موصول لفريق الوساطة بقيادة الأخ توت قلوات ورفيقه السلطان الدكتور ديوماتوك وبقية العقد الفريد، فنشهد بأنهم بذلوا جهدا خارقا لنصل إلى ما وصلنا إليه. فهنيئا لك أخي الرئيس بهؤلاء الرجال، فهم رجال مهمات صعبة لا يعرفون المستحيل. والشكر أجزله لشركاء الوساطة الكرام من الوفد التشادي بقيادة الشيخ ابن عمر ومستشار فخامة الرئيس التشادي إدريس دبي، ووفد دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة السيد خالد الشامسي، فقد كانوا خير عون لنا وللوساطة في تجاوز المحطات الصعبة في عملية التفاوض. ولا ننسى أفضال جمهورية مصر العربية التي بادرت بدعم سلام السودان بحماس كبير، ومهدت له بعقد الاجتماعات والمؤتمرات في مصر، وقامت بزيارات متعددة لمنبر التفاوض للإطمئنان على سير المفاوضات، فلها منا الشكر الجزيل. كما نشكر لدولة قطر اهتمامها الذي لم ينقطع بالسلام في السودان عموما وبالسلام في دارفور على وجه الأخص، واستعدادها المعلن لدعم تنفيذ اتفاق السلام. ثم الشكر للسيدات والسادة أعضاء مجلس السيادة بقيادة الفريق أول عبد الفتاح برهان والدكتور ونائبها الفريق أول محمد حمدان دوغلو، والسيدات والسادة أعضاء مجلس الوزراء بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك، فقد صدق المجلسان شعبهما والرائد لا يكذب أهله، وجعل السلام أولوية رغم التيارات التي اجتهدت في وضع المتاريس أمامه. وما وجود قادة الحكومة الانتقالية بمجلسيها بأعلى المستويات بيننا اليوم وبهذا العدد الكبير لحضور حفل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام إلا دليل قاطع على حرصهم على السلام ووضعه في سلم أولوياتهم. فلكم من شعبنا التحية والتجلى. ثم الشكر الجزيل لبعثة اليونيميت بقيادة السفير مامابولو، فقد دعمت البعثة العملية السلمية في جوبا بإيجار القاعات وتوفير سفل التفاوض على البعد، وكان لها القدح المعلى في نقل وإسكان ممثلي النازحين والمجتمع المدني ومنظمات المرأة والإدارة الأمنية من دارفور ليشاركوا ويساهموا في عملية السلام. ورجاؤنا كبير في أن تدعم البعثة فترة الانتقال من الحرب إلى السلام. ولا ننسى هنا مساهمات الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت حاضرة ومتابعة لمفاوضاتنا عبر مبعوثها إلى السودان السفير دونالد بوث وأعضاء مكتبه، كما كانت لمنظمة PILPG الأمريكية دورا مهما في دعم العملية السلمية فنيا. والشكر أيضا للاتحاد الأوروبي الذي عمل على عدم توقف العملية بسبب جائحة كورونا بتوفيره سبل التحاور عبر الأثير، وظل السادة سفراء ألمانيا الاتحادية
وفرنسا وبريطانيا في جوبا على تواصل دائم ومتابعة لصيقة لسير المفاوضات مع الوفود المفاوضة. والشكر لشركائنا في قوى الحرية والتغيير الذين ما بخلوا بزيارة المنبر والمشاركة في المفاوضات وحرصوا على لحاقنا بهم في الداخل. ثم شكر أخيرا وليس آخرا لوفود التفاوض من الجانبين، فقد سهروا الليالي الطوال وبذلوا قصارى جهدهم وبروح أخوية ووطنية صادقة لنصل إلى هذا الاتفاق. ولا أنسى هنا فضل أخواتنا وإخوتنا في السكرتارية من الوساطة ووفود التفاوض، فلولا تفانيهم فيما أسند إليهم من مهمة لما أنجز ما أنجز، فلهم منا خالص التقدير والامتنان. السيدات والسادة، لم تكن عملية التفاوض سهلة، لما للقضايا قيض البحث من عمق وأحمال تاريخية ثقيلة، ولكن الإرادة القوية التي توفرت لدى الأطراف والمهارة التي قادت بها الوساطة سفينة المفاوضات جعلت من المستحيل ممكناً والحلم البعيد المنال واقع معاشاً وما تحققت من مكاسب لشعبنا في معسكرات النزوح واللجوء وفي بواديه وحضره عبر هذه المفاوضات ربما كانت دون طموح الأطراف المتفاوضة، ولكنها أكبر وأفضل من كل النتائج التي توصلت إليها مفاوضات السلام عبر تاريخنا الوطني. والمقام هنا لا يسمح بالخوض في تفاصيل ما تحقق. التحدي الحقيقي أيها الكرام في تنفيذ ما تم التوصل إليه، فآفة الاتفاقيات ليس في مضمونها بقدر الفشل في تنفيذها، أما لغياب الإرادة الكافية لدى طرف من الأطراف أو لغياب الموارد الكافية للوفاء باستحقاقة السلام أو فشل الأطراف في تمليك الاتفاق للقواعد وإشراكهم في التنفيذ. وبذا يجد الذين يسعون لإفساد الاتفاقيات مدخلاً لبث سمومهم وتعبئة المجتمع ضد اتفاق السلام عليه. يجب أن يعلم الجميع بأننا قد انتهينا من الجهاد الأصغر لننتقل إلى الجهاد الأكبر، كما قال لنا الفريق أول دوغلو عندما فرغنا من عملية التفاوض. فالمهمة أمامنا عسيرة، ولكننا واثقون بأننا سنعبر بإذن الله، ثم بذات الإرادة الوطنية القوية التي حققنا بها اتفاق السلام. ولا نستغنى عن دعم الأصدقاء في المحيطين الإقليمي والدولي، فمعا لننجز السلام وبناء السلام كما أنجزنا صناعته. والسلام عليكم ورحمة الله. كلمة ممثل حركات الكفاح المسلح.